أخبار اليوم. عظيم من أعماله مهما يكون، احنا فعلا بيرحلوا عننا قمم الفنانين وما بنستعوضهمش زي ما احنا منتظرين، احنا ربنا يجود بغيرهم، انما للاسف اللي بيروح فعلا ما بيرجعش زيه. بقول يعني هو ده قضاء الله، وربنا يرحمه على قد ما اسعد ملايينه ويديله حسنات، واحنا ده مديله بالرحمه، وهنسعد بكنوزه اللي هو تركها لنا، ورحمه ليه والصبر لينا واهليكم. شكرا.